بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. النهاردة هنبدأ في رمضان الجزء الثامن التاسع والعاشر، تعليم فضل الاسم والزهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نرسم مثلا لو يكون قلب، اوكي في سهم كده مثلا، تمام. نكتب في اي حرف مثلا، حرف الاف مثلا، تمام. وين هوت نرسم ورده نعم كده، دايرة هو لنا خمس صح، ورد شجر كنت تيجي في النص كده وتعمل قلب، قلب كده، قلب هنا، قلب هنا، عفونا يا جماعة، حاجات بسيطة خالص. بس هناخد اللون الأحمر طبعا ده أساسي، بسيطة خالص اوكي. خلاص طبعا نجوز هون اهي، البوز اللي تحت دوت والقلب نعبي الجو هوا شوية. خلاص نجي على اللون الأخضر اهو، ومع شوية أزرق عشان يكون غامق شوية، غامق شوية تمام. أقدر فتح في غناء في أغناء باللون الأزرق مع الأصفر، تمام حلوة كده. هنيجي ناخد اللون الأسود ده عشان يبقى رسمة منورة شوية. نيجي على الدايرة ديت ومع اي حاجة هي، بس في الاخر النتيجة تطلع حلوة معانا. الشرط اللي انت تعدي التحديد، بس المهم ان انت تظبط ايدك في الارهاب.
طبعا احنا قاعدين فوق السطح والجو ما اقولكش، يعني ما اقولكوش الجو هوا خالص مارس يعني، عشان ايه وقت الفيديو بس يبقى بسيط عشان الناس ما تزهقش. الألوان ديت إن شاء الله هنعمل لكم حلقة ونطلع لكم فيها ألوان، تصميم الألوان في حلقة تانية. تصميم الألوان يعني مش صعب خالص. طبعا الهوا دوت والدنيا ديت هتظهر في الصوت، بس يعني تبقى كويس. شايفين؟ تمام. خلاص هنيجي على الأزرق ده اهو، ونعمل السهم كده. طبعا يا جماعة اللي ما يعرفوش يرسموا، بمعنى ما بعرفش يرسم القلب هيعرف يرسمه، بسيط خالص. بص خلاص خلاص هنيجي نحدد القلب اهو، بعد ما نخلص نحدده بالقلم الرصاص أو بالفرشة اللي هيجيبكم. الأزرق طبعا مع الأحمر بيديكوا لون بنفسجي. خلاص هنجي اهو وهنعمل هاخد لون أزرق جامد، وهنعمل حرف أي حرف الإم، حرف الاف. شايفين كده؟ معلش بقى هنطول عليكم كمان شوية ونعمل ده، نحدد لكم ده. مشكلة الأهم بتيجي التكة دي، الأمر ده بتحدد كده. بس القلب اهو تقابل دي كده، دي كده، دي كده، دي كده، تقابل دي كده. تمام. هنجي اهو هات اللون الأحمر ده اهو، حدد بالكلمة، حدد بالقلب من بره. متنسوش بقى الاشتراك واللايك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله.